بصوا العظمة طلعت ازاي، شايفين سوى اللحمة تحفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في قناتي على اعمل كيتشن. يا رب تكونوا جميعا بخير، كل عام وانتم بخير يا رب، وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. وهنبدا مع بعض باذن الله وصفات عيد الاضحى، وان شاء الله تعجبكم، اكلات حلوه قوي، وعايزين نغير كده وننوع عن كل سنه عشان ما نزهقش او ما نملش. النهارده هنعمل مع بعض مندي اللحم الضاني اللي بناكله في الكوره البدويه والعربويه، بتبقى حلوه جدا. الفيديو النهارده مش طويل، يلا بينا نبدا الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه. اعمل المندي بتاعي، مندي اللحمه. انا معايا هنا كيلو من اللحمه الضاني، طبعا اللحمه الضاني بتبقى ملبسه بالشكل ده كده. البهارات بتاعت اللحمه بتاعت المندي معايا هنا، فلفل اسمر معلقه صغيره مليانه، معلقه كبيره من الملح، ورشه صغيره قوي من القرفه، معلقه صغيره من البابريكا، معلقه كبيره من الكاري. الكاري مش الكركم، الكركم بيدي لون بس طعمه مش حلو، الكاري بيبقى لون وطعم. بالنسبه لبهارات الرز، عندي هنا الليمون اللومي ده بيبقى بالشكل ده كده، ويفضل ان انتوا تخرموه خرم صغير كده عشان النكهه بتاعته تبقى اقوى. معايا معلقه صغيره من الفلفل الاسمر الحصى، وكم عود كده من القرنفل الصحيح، ومعلقه كبيره من الملح، وسيجار عود سيجار من القرفه. تمام. معايا كمان هنا كميه من الزيت النباتي هستخدم منه للحمه وللرز. معايا كمان بصلايه متوسطه متقطعه مكعبات، وطماطمايه متوسطه متقطعه مكعبات. اول حاجه هعملها ان انا هتبل اللحمه بتاعتي. نص قطع اللحمه، هتبل اللحمه بتاعتي. معايا قطع من اللحمه اهي، طبعا الضاني بيبقى فيه دهن كتير وعظم كمان، انا هستخدم اللحمه اللي بعظم مش مشفيه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، في هنا قطع من الدهن انا مش هستخدمها، هحط اللحم بس، هي لان اللحم هنا عندي ملبس فانا مش هستخدم الدهون اللي جايه مع اللحمه. اللحمه عندي هنا هبدا انزل عليها بشويه صغيرين من الزيت عشان التتبيله اللي هحطها تمسك في اللحم. هحط كل التوابل بتاعتي. اللحمة انا ما بحبش اتبلها قبلها بفترة كبيرة عشان الملح بيخليها تفقد المية بتاعتها، يعني انا بتبلها ممكن اتبلها مدة كبيرة بالتوابل بس من غير ملح، لكن طالما انا حطيت الملح يبقى انا هسويها في ساعتها. حطوا الملح قبل التسوية على طول مش في التتبيلة، لو هتتبله مدة طويلة يفضل ما تحطوش الملح. هدعك بقى اللحمه كويس زي ما انتم شايفين كده، شايفين لونها غير ازاي بسبب الكاري والبابريكا، الاتنين مع بعض هيدوا لون حلو جدا. هدخل التوابل والزيت لكل اجزاء اللحمه. تمام كده اللحمه عندي اتبلت كويس جدا. هننقل دلوقتي الشغل بتاعنا على البوتاجاز عشان نبدا نسوي المندي بتاعنا. عندي هنا في حلة الضغط هحط بقية كمية الزيت، معايا تقريبا 3 معالق كبار. هنزل فيهم بالتوابل والملح بتاعي، ممكن تخلوا الملح اخر حاجة بس انا حطيته مع التوابل ما فيهاش اي مشكلة. هسيبهم يتحمصوا شوية وريحة التوابل تظهر، بعد كده هبدا اضيف بقيه الاضافات بتاعتنا. اهو الزيت بدا يسخن عندي وشوحت البهارات بتاعتي تشويحه كده بسيطه. هنزل عليهم بالبصل، هقلبه تقليبتين كده مع البهارات. هنزل بالطماطم المتقطعة مكعبات، هنزل
الريحة حلوة جدا. عندي هنا كمية من الرز البسمتي تقريبا 400 جرام. هنزل على البصل والطماطم، الريحة تحفة جدا، عايزة اقول لكم ريحة رهيبة قوي. هقلب الرز كويس كده مع كل اللي احنا حطيناه ده. عايزة الرز يتشمع بالزيت وكل حباية رز يطلعها زيت عشان يسهل عليا السوى بتاع الرز، ما يطلعش مني معجن، يطلع مفلفل وحلو. هوزع الرز كويس كده. خلاص انا وزعت الرز كده كويس، هبدأ احط مقدار المية بتاعتي على حسب نوع الرز. يعني تقريبا كلنا عارفين ان الرز البسمتي بياخد مقدار الضعف ميه عن الرز العادي، يعني كل كوبايه من الرز البسمتي بتاخد كوبايتين من الميه او كوبايه ونص على حسب نوع الرز، بيبقى مكتوب دايما على العبوه. انا هضيف شويه يدوب تغطيه بنص سنتي. عندي هنا تبع حله الضغط في حامل، ده بيتحط في الأرضية بتاعة الحلة بالشكل ده كده، وبيتحط فوقيه الصينية دي عشان التسوية اللي بالبخار للمحشي أو المندي زي ما احنا هنعمل دلوقتي اهو بالشكل ده. عايز اقولكم كمان ان المية اللي حطيناها للرز مية باردة مش مية سخنة، على عكس اي رز بنعمله بنقول ان المية لازم تكون سخنة وبتغلي، لا، الرز بتاع المندي اللي بالطريقة دي عشان هنعمله في حالة الضغط او حتى لو عملناه في الفرن هنعمله بالمية الباردة. هبدأ بقى ارص اللحمة بتاعتي اللي احنا تبلناها مع بعض بالشكل ده كده. وهبدأ اغطي الغطاء بتاعها. لحد ما يقفل وهظبطها. وهسيبها لمدة ساعة كاملة او ساعة ونص على حسب درجة سوى اللحمة اللي احنا عايزينها. انا هسيبها من اول ما تصفر لمدة ساعة كاملة، بعد كده هختبرها، لو لقيتها محتاجة سوى كمان هخليها على ساعة ونص. زي ما انتم شايفين الصمام بتاع البخار بدأ يطلع لفوق، واول ما تصفر هبدأ اهدي النار عليها خالص واسيبها لمدة ساعة، من ساعة لساعة ونص. خلاص كده عدى تقريبا ساعة ونص، كده تقريبا عدى ساعة ونص على المندي بتاعنا. هطفي عليه النار وهفتح الصمام. هنا الصمام نزل، بصوا اللحمة ريحتها تحفة، شايفين اللي بيغلي هناك ده الزيت بتاع اللحمة او الدهون بتاعتها. بصوا العظمة طلعت ازاي، شايفين سوى اللحمة تحفة. بصوا العظم، احنا نطلعها بحالها كده. هصفيها كويس عشان الدهون بتاعتها دي. بص الرز بقى خطير بجد.
الحامل اهو بتاع المصفى. يلا بينا بقى نغرف مع بعض. هغرف الرز معاكم. ريحته خطيرة. عايزة اوريكم بقى سوى اللحمة تحفة قد ايه. بصوا العظمة لما انفصلت بجد خطيرة. السوى رهيب. بصوا اللحمة بكده الوصفة بتاعتنا هتكون خلصت. عملنا مع بعض مندي اللحمة بالرز البسمتي بكل تفاصيله تحفة جدا. استوى ازاي والسوى بتاعه ممتاز جدا جدا. اللحمة زبدة بجد. اتمنى ان انتوا تجربوه يعجبكم وتكون الحلقة كمان عجبتكم. تغيير عن اكلات العيد التقليدية اللي احنا دايما بنعملها. طبق المندي ده بيتعمل في كرة بتاعت المشويات والواحات زي واحد خطاب او قرية هاني باسعار عالية جدا. والطريقة بتكون سهلة في البيت ان احنا نعملها. اه طبعا ما بنطلعهوش زي بتاع المطاعم اللي هو بيبقى مدفون تحت الارض، بس احنا عملناه بابسط الطرق اللي تخليه الطعم الاقرب ليه. ان شاء الله الطريقة تكون عجبتكم وتنفذوها وتقولي رأيكم في الكومنتس. مستنية تعليقاتكم. عايزة اوريكم السوا بتاعه تحفة قد ايه. يعني اللحمة عايزين نختبرها مع بعض كده. شايفينها اللحمة تحفة. شايفينها عاملة ازاي زبدة بجد. اتمنى ان انتوا تجربوها وباذن الله هتعجبكم جدا. شايفين والرز كمان واخد طعم الضاني كانه متشرب بشوربة الضاني بالظبط. ان اللحمة نزلت كل الصوص بتاعها والعصارة بتاعتها فوق الرز، فالرز واخد طعم اللحمة بالظبط. واللحمة واخدة نفس السوى بتاع الرز. طرية جدا وناعمة قوي. كده وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم ونالت اعجابكم. ان شاء الله تنفذوها في العيد او حتى من غير العيد. كل عام وانتم بخير يا رب، وان شاء الله عيد سعيد عليكم جميعا. متنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، سبسكرايب للقناة لو اول مرة تشوفونا.